النهاردة سألت سؤال والحقيقة حابة أرد عليه لأن الموضوع مهم شوية. الحقيقة في الناس اللي عندها الهربس التناسلي، هربس سيمبلكس فيروس 2 مثلا، المتكرر، في علاج اسمه العلاج القمعي اللي احنا بنعمل علشان نقلل الحدوث النوبات بتاعة الهربس التناسلي. ده بيقلل ظهور الأعراض وبيقلل تفشي المرض، والفيرال شيدنج اللي بيحصل بيقل. تم توثيق السلامة والفعالية على المدى الطويل بين المرضى اللي بيتلقون الأسايكلوفير أو الفالاسايكلوفير والفامسايكلوفير يوميا، وتحسين نوعية الحياة للعديد من المرضى اللي بيعانوا من تكرار متكرر واللي بيتلقوا علاج قمعي بدل من العلاج العرضي. يعني مش كل ما يطلع له الهربس ياخد علاج، لا، هو بياخده على طول، بعض الناس بتاخده سنين. لازم تراجع مع الدكتور بتاعك بشكل سنوي اذا كنت محتاج ان انت تكرر العلاج ولا لا. مش محتاج ان احنا نوقف العلاج ولا نعمل مراقبة مخبرية، يعني مش محتاج حاجة زي كده. و انا هحط لكم تحت الجرعات اللي موجودة والادوية اللي موجودة اللي بنستخدم فيها اللي هي الاسايكلوفير والاسايكلوفير مضادات الفيروسات، علشان دي بتقلل كتير من العدوى ما بين الإصابة ما بين الأزواج المصابين، وبتقلل كمان من الأعراض للمريض نفسه. الفكرة ان انت لو بيجي لك كل فترة قريبة او بيجي لك كل شوية الهربس وما بقاش الموضوع انه بيجي كل فترة والتانية بعيدة، طبعا هو كده كده المرض مزمن، ولكن احيانا بعض الناس بيجي لها على فترات قريبة جدا. في الحالة اللي زي دي بتاخد الكرونيك سبريسيف ثيرابي او اللي هو العلاج اللي هو بيبقى متواصل علشان يقللنا من العدوى ويقلل من الاعراض للمريض نفسه. طبعا احنا لازم تشيك اذا كان في مثلا عندك امراض تناسلية اخرى مصاحبة زي الـ HIV او اي حاجة لا قدر الله، ولازم تتابع مع دكتورك علشان التشخيص يكون صحيح في الاساس، وهل انت محتاج ان انت تستخدم السبريسيف ثيرابي ولا لا. تاني حاجة، لازم الكلام ده يبقى بوصف الطبيب، يعني انا بدي بصفة عامة ولازم انت تتابع الطبيب عشان يكتب لك الوصفة المناسبة بالنسبة لك والدواء المناسب بالنسبة لك.